فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، في قوله تعالى ويطوف عليهم، هل يؤخذ من هذه الآية جواز أن يجعل الرجل المسلم له خدم يطوفون عليه وعلى أهل بيته بالطعام والشراب، أم هذا من الكبر؟ يجوز الإنسان يتخذ خدم، ما في مانع، لكن إذا كان الخدم بالغين فلا بد المرأة تحتجب ولا بد الرجل لما يدخل على النساء. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. فيجوز اتخاذ الخدم، لكن لا يجوز أنهم يسمح لهم بمخالطة النساء، ولا يجوز للنساء أن تكشف وجوهها عندهم، ولا يخلون بالنساء، ما يجوز هذا. نعم.